عاملين ايه يا حلوين؟ وحشتوني. ازيكم يا امارات؟ النهارده بقى يا حلوين هنعمل كيكه الشوكولاته. طبعا طلبتوها مني كتير وغير منسي طبعا زهقتني. طيب قبل ما نقول المقادير يا حلوين هنعمل ايه؟ الاهتمام ايه؟ هي ردت منسي. الاهتمام ما بيتلفش. تعملي ايه؟ لايك كده. وقبل ما تتفرجي وتكملي الفيديو ايه، اخبطي اللايك السريع تمام، واعملي لي اشتراك برده، اوعي تنسي الاشتراك. ها المهم، مكونات كيكه الشوكولاته يا حلوين عباره عن ايه؟ 3 بيضات تمام، 3 بيضات متوسطين الحجم خلاص، والنص كوبايه من الزبادي عشان دي انا جايباها كبيره، لو انت هتجيبي صغيره هاتي واحده هتستعملي واحده، نص كوبايه زيت، ومعايا الكيكه الجاهزه. طبعا انا ما عنديش الكيكه الجاهزه يا نسوم، هعمل ايه؟ كوبايتين دقيق وعليهم نص كوبايه من الكاكاو الخام، كوبايتين دقيق عليهم نص كوبايه من كاكاو الخام، وبرده هوريك السمك بتاع العجينه عشان برده الدقيق على حسب. وطبعا معايا هنا هزين بالكريم الشانتيه والشوكولاته اللي هي صوص شوكولاته، وحدتين قوي عشان الشغل يعني. وهنعمل النهارده السمكات وجمبرياته، وبرده ايه، يلا نشوف هنعمل ايه عشان ما اطولش عليكم. بصوا بقى يا كريم، بنضرب هنا ايه؟ البيض، وننزل بالزيت صرصوب كده. معلقه سمنه هنا كده بس عشان نزود الطعم يعني، فاهمين؟ ها بصوا هنا ننزل بالزبادي، بصوا العلبه فاضيه من جوه ما شاء الله. يلا كده ننزل بايه؟ المكونات بتاعت الكيس، ونبدا نقلب من تحت لفوق، مش تقليب يعني فاهمني، اللي هو يعني استنى كده كده تحت لفوق اهو، مكونات اهو ندخلها كده في قلب بعضيها. بصوا اهو، ايوه عشان من تحت لفوق دي مهمه جدا عشان عامله مشكله في بيت الزواحف. البتاع ده اصلا عشان بايظ في ايدي، ف لا لا حلو حلو حلو، عايزه اجيب واحد عدل، مش ليا حظ معاه. إيه لو عارفين يا جماعه المقلب ده يكون نوعيه حلوه اكتبوا لنا في الكومنتات، قولوا لنا انه افضل نوع موجود في السوق عشان نجيبه. ايوه حسيته ان هي تقيله معاك، واديها شويه ايه؟ لبن. لا بس شكلها جميل ما شاء الله. حطيتها هنا تمام عشان الصينيه هناك ما حبيتهاش. هنحطها على درجة حرارة 180 30 دقيقة. نعرف ازاي استوت؟ بالخلة تحطيها او سن السكينة تحطيها، ان طلعت نضيفة يبقى كده استوت 180. بصوا بقى حلوين، هنبدأ نعمل ايه؟ الجمبري. هنعمل جمبري مسلوق عشان هناخد منه ايه؟ شوربة تمام؟ وممكن نعمل شوية مشوي. هجرب المشوي لأول مرة، على فكرة عمري ما جربته وعايزة أعرف طعمه ايه، فهنجرب على كام واحدة كده مشوي، وهقطع فلفل ألوان ماشي؟ قطع وقطع. بصوا بقى يا حلوين كده، هنا بنقطع البصل ايه؟ حلقات كده جوانح تمام؟ كمية حلوة. بصوا بقى يا حلوين كده، نجيب السمك البلطي ده نقطع له كده ايه؟ نفتح له 3 فتحات عشان ندخل التتبيلة في الفتحات دي. بعد كده نفتح بقى كده نجيب التتبيلة بتاعتنا. أنا وريتكم الطريقة. نحط كده اهو كده، ندخل التتبيلة كده. نجي هنا عند الفتحات كده وندخل التتبيله. صوتي واطي بس كده، بس ده تتبيله البولتي. على الخلطه دي هحط شويه دبس الرمان. لا صويا صوص، دبس الرمان انا جبته منين ده؟ اهو انا هنا بشرت بصل ووحده قرفه ورقتين لورا بس، واسيبها بقى ايه لما تحمر. وهنا في الصينيه حطيت قطعه زبده وشويه زيت عشان الجمبري. ننزل ايه بالفلفل الالوان كده اهو، ايه الوان هنا بشويه طماطم ايه محترمين حلوين كده. الفلفل الالواني خدي يا فلفل. هننزل بقى ايه بالجمبري. طبعا ايه مش هندلق دلق عشان هو صفى برده ايه ميه وكده، فمش هندلق دلق. تقليب بقى ايه الجامد ده. طبعا الجمبري ما بياخدش سوا كتير خلاص اهو. بقى دي معلقه كده صغيره من ايه، من خلطه الثوم الحمراء.
الحركات الحلوه اللي احنا عاملينها وايه بنقلب كده ونجي ايه بقى نروح نجيب الايه التوابل بقى سر في التوابل. التوابل بتاعت الجمبري اهم حاجه في الجمبري ده التوابل، والرئيسي الفلفل الاسود. هنا معايا فلفل اسود، كمون، شويه كزبره ناشفه، مرق الماجي، وشويه ايه كركم، شويه كاري بسيط، لا مش كاري، اسمه ايه الاحمر، بابريكا. انا التوابل دي ايه في الشبلح معايا. نحط كده السمك في الدقيق، ونطلع من الدقيق في شويه ميه، انا متبله الميه هنا بملح والكمون وشويه فلفل اسود، وارجع تاني فين في الدقيق. تمام، نشوي بقى نشوي. بصوا بقى حلو كده، حطينا حته زبده ونبدا بقى ايه نشوي بقى نشوي. انا مش عارفه انا صح ولا غلط بس شغال. بصوا بقى الجمال، والله العظيم جمال 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 جمال، ولا الفلفل ده. وبكده بقى نكون خلصنا النهارده يا حلوين، ايه حلقه من السمك الرهيبه. كنت عايزه اجيب بقى كابوريا بس بصراحه ما لقيتش. المهم احنا عملنا كده البولتي المقلي، وعملنا الجمبري المسلوق، ودي الشوربه بتاعته. الشوربه يعني اقول لكم ايه، في القلب في القلب بجد. جربوا الطريقه بتاعتي والله ما هتندموا، مش شكر بس جربوا. وعملنا السلطه البلدي الرهيبه، الرز بقى الرز بقى ما اقول لكمش، ولا الجمبري المشوي. الجمبري المشوي انا عملته لاول مره بجربه، ومش هتبقى اخر مره طبيعي ان انا ايه اعمله. طبعا نيجي بقى هنا لكيكه الشوكولاته القمر دي، يعني هي الشكل مش 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 محتاجه ان انا اكلمكم عنها. طبعا يا رب تكون ايه الوصفات بتاعتي عجبتكم، ولو عايزين اي وصفه اكتبوا لي في الكومنتات وانا هنفذها لكم. انا بحبكم قوي، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتدوسوا لايك.